أعلنت شركة زين وفيفا للاتصالات المتنقلة في الكويت عن تعاونها لإطلاق أول شبكة مترابطة للمكالمات الصوتية بتقنية الجيل الرابع فولت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. انطلقت في مدينة برشلونة فعالية المؤتمر العالمي للهواتف النقالة 2017، وكان من ضمن المشاركين شركتا زين وفيفا للاتصالات المتنقلة في الكويت، اللتين أوضحتا في بيان لهما عن تعاونهما لإطلاق أول شبكة مترابطة للمكالمات الصوتية بتقنية الجيل الرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقالت الشركتان في بيان مشترك إن المشروع سيتم بإشراف الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول وبالتعاون مع شركة هواوي في توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بفضل الخبرة التي تتمتع بها شركة هواوي التي قامت بإدارة المشروع من خلال القدرات الفنية والتشغيلية لبنيتها التحتية في الكويت. وفي هذا السياق نقل البيان عن الرئيس التنفيذي للقطاع التقني في شركة زين الكويتية أن رؤية الشركة الاستراتيجية ترتكز على مواكبة التطور التكنولوجي والاستثمار المستمر في تحسين تجربة العملاء، فيما عبر الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في شركة فيفا الكويتية عن تفاؤله بهذه الشراكة مع زين وهواوي، معتبرا أن ذلك سيساهم في الاستمرار بتقديم خدمات ومنتجات فريدة تلبي طموحات العملاء وتطلعاتهم.